منذ أكثر من 10 أعوام والجدل محتدم في الشارع الأردني حول قضية الملف النووي، تصر الحكومة وبشكل كبير على المضي قدماً في هذا الملف، فيما تعلو في الجانب الآخر أصوات رافضة لهذا المشروع، متهمة هيئة الطاقة بالفساد المالي والإداري. أما تظل تضحك على الأردن وتظل تضحك على شعبها وصرفت 400 مليون، وين صرفن؟ تقدر تقولوا لي شو في من المشروع النووي على أرض الواقع؟ 400 مليون انصرف مو يومات وسفر وقرب فلان وبعد فلان وعين لمحمود الخرابشي فلان وتعين شفلان، وانا الان مجبر احكي. انا رئيس الهيئه بعد الاستجواب الاولاني اجاني هون قال لي تعال يا زلمه شو بدك بهالشغله، جيب لك 20 25 واحد خرابشي واللي بدك اياه يصير. كهرباء نوويه 17 مليون كل يوم بجيب وفد وبصرف وعنده موازنه فوق ال 20 مليون الان لمفاعلات صغيره بده يعملها مع الصينيين، كله هدر من الموازنه ولاجل متابعه افكار واحلام شخص لم نرى منه شيء على ارض الواقع، غير انه كل شيء وعد فيه الاردنيين طلع اكذوبه كبرى. لماذا هذا الصمت؟ مرتين عجبت تحت القبة وأمام مجلس النواب ما قيل أنه عرض، فليأتي بالدليل، ليأتي بالرسالة. أصلاً أنا ماش قابلته شخصياً يمكن من 10 سنين منذ بدأ البرنامج، ما أتى وزارنا هنا، فهذا الكلام عار عن الصحة وإن كان لديه الدليل يقدمه. كانت هذه الكلمات الدافعة لفريق التحقيق للبحث في خبايا هذا الملف. تواصلنا مع النائبين الخرابشي وبني مصطفى، حيث تم الاتفاق على الاتصال بهما في وقت لاحق لتحديد موعد للقاء، إلا أنهما انقطعا عن الإجابة على اتصالاتنا. في ظل عدم تمكننا من اللقاء بالنائب الخرابشي والنائبة بني مصطفى، التقينا النائب مصلح الطراوني أحد أبرز المنتقدين للمشروع النووي الأردني. أثناء اللقاء اتهم الطراوني هيئة الطاقة النووية بالفساد المالي والإداري، أنه هذا الملف فيه العديد من شبهات الفساد الإداري والفساد المالي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وللوقوف على حقيقة اتهامات النائب الطراوني بوجود فساد يعتري الملف النووي، توجهنا محملين بالعديد من الأسئلة لرئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان. هيئة الطاقة متهمة بالفساد المالي والإداري، ما هو الإثبات؟ تقييمنا دائما بديوال محاسبة بيأتي 98%، لكن هذا كلام يلقى على هواهله، ليس له إثبات ومجرد كلام يتطاير هنا وهناك. هاي تقارير ديوال محاسبة. يتم التواصل بيننا وبين العديد من الخبراء في مجال الطاقة النووية والعديد من الأشخاص الذين تم تصفيتهم من هيئة الطاقة النووية أو من المشروع النووي الأردني، وهم الأشخاص المتخصصون في هذا المجال، يتحدثون عن مبالغ بالملايين تصرف على المشروع النووي دون جدوى، تصرف على شركات وهمية، تصرف أيضا على أشخاص ليس لهم علم في الملف النووي، تصرف على سفرات، تصرف على مؤتمرات دون أن يكون هناك أي جدوى، والدليل على ذلك شركة الكهرباء النووية. أثناء لقائنا بالدكتور طوقان زودنا بعدد من الوثائق التي توضح أن هيئة الطاقة لم تتحمل أي نفقات فيما يتعلق بالإقامة أو السفر أثناء المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية. مشروع المفاعل النووي الأردني هو بدأت في للأسف الحكومات الأردنية منذ ما يزيد عن 10 سنوات أشبعونا كلاما بخصوص هذا المشروع، وأشبع الأردنيين أحلام وأوهام بأننا سنكون دولة نووية من الطراز الأول، وكذبوا علينا بأن لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم أكثر من أي دولة أخرى في العالم. كذبوا علينا أيضا وقالوا أن هذا المشروع سيكون مدعوم من الخارج وبالتالي لن يكلف موازنة الدولة الأردنية أي شيء. التنقيب عن اليورانيوم كان أحد أبرز نقاط الخلاف بين هيئة الطاقة النووية والمعارضين للمشروع النووي، الذين يتهمون الهيئة بهدر ملايين الدنانير دون جدوى أو منفعة اقتصادية للأردن، حيث أنفقت الهيئة على مدار 10 سنوات 8,760,000 دينار في عمليات تنقيب عن الكعكة الصفراء. انطلق منذ زمن بعيد
لكن تأسس بأكثر وضوحا في 2007 ونشأ على ثلاثية التدريب الطلاب وتأسيس مركز للهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء مفاعل بحثي لأغراض البحث والدراسة، وأيضا قام على تعدين اليورانيوم بفكرة إنتاج وبيع اليورانيوم وتمويل مشاريع النووية الكبيرة لإنتاج الكهرباء في الأردن. أثناء لقائنا الدكتور أبو دية كان قد زودنا بوثيقة صادرة عن شركة أريفا الفرنسية، والتي تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال التنقيب عن اليورانيوم، والتي أسندت إليها مهمة التنقيب عن اليورانيوم في الأردن. تكشف الوثيقة أن الأردن يضم إجمالي 20 طنا من اليورانيوم بمعدل تركيز 82 جزءا من المليون، وهي كميات وتراكيز بحسب المراقبين غير مجدية اقتصاديا. لا يجوز الحديث عن أي كميات يورانيوم بطرق اقتصادية أو تجارية دون الحديث عن التراكيز. ممكن الحديث عن أي رقم بالأردن كخام يورانيوم ويكون صحيح، ولكن المطلوب أن يكون كميات ذات جدوى اقتصادية بتراكيز عالي جدا. اتضح أنه تراكيز اليورانيوم في المناطق الأردنية ليست كما كانت تدعي سلطة المصادر الطبيعية أو هيئة الطاقة الذرية في البداية، وانسحبت شركة أريفا الفرنسية في عام 2012، وبدل أن يتم وقف المشروع تم الإصرار على الاستمرار وتم تأسيس شركات لغايات التطوير. شركة أريفا الآن فشلت، وفشلت بالخارج وبالأردن أيضا فشلت، لأنه عندما بدأت وقعنا معها اتفاقية لتنقيب عن اليورانيوم في الأردن، بدأت باستخدام التقنيات الصحيحة بحفر الآبار وقياس العينات بالمختبر، وبعد أن انتهت من المرحلة الأولى وبينت النتائج قررت أريفا أنها تحيد عن هذا الطريق وتستخدم ما يطلق عليه قياسات الراديومتري، قياسات أشعة جاما لتحديد كميات اليورانيوم وتراكيزه. وطبعا هذا علميا معروف أنه هذا أسلوب تقديري وهو ليس الطريقة الصحيحة لقياس كميات وتراكيز اليورانيوم في الأردن. على إثر الخلاف مع شركة أريفا الفرنسية، أنهت هيئة الطاقة النووية تعاقدها مع الشركة بتاريخ 13 من كانون الثاني يناير 2012، ولجأت إلى محكم دولي للحسم في النتائج التي خلصت إليها الشركة الفرنسية. كان هناك محكم ثالث طرف حيادي، شركة كوفي مايننج الأسترالية أتت إلى الأردن وأجرت القياسات، وتبين أنه كل قياسات أريفا اللي قامت عليها التقدير الاحتياطي كانت خاطئة وكانت أقل من النصف من ناحية الكميات والتراكيز. تكشف دراسة شركة كوفي للتعدين والتي تحمل عنوان تحديث التدقيق المركزي لليورانيوم الأردني بعد الانتهاء من البرنامج التجريبي لأخذ العينات، والصادرة بتاريخ 23 من نوفمبر تشرين الثاني 2012، أي بعد عام ونصف من تقرير شركة أريفا الفرنسية، أن القيمة المكافئة لليورانيوم استناداً إلى أحدث معادلة انحدار متاحة لعام 2012 لا تزال أقل من محتوى اليورانيوم الموضعي في الجزء العلوي بنسبة 22% تقريباً عند السطح، وحوالي 35% عند تركيز 40 جزءاً في المليون و60 جزءاً في المليون، وعليه لا يمكن استخلاص أي استنتاج بشأن كمية الموارد أو تقدير متوسط التراكيز قبل اكتمال تقدير الموارد على النحو الصحيح. سألنا الدكتور طوقان ما الذي تعنيه هذه الأرقام. هم أشاروا بدراساتهم لوجود كميات كبيرة في الأردن، في جنوب الأردن، في مناطق وادي البهية، وادي السحب الأبيض، وكانت توصيتهم إذا تم تعدين الفوسفات مع اليورانيوم فممكن أنه يؤدي هذا لنتائج اقتصادية. لم تكن كميات اليورانيوم أو تراكيزه العقبة الوحيدة التي اعترضت طريق مشروع تعدين اليورانيوم في الأردن، فقد شكل انهيار أسعار اليورانيوم عالمياً ضربة لمشروع التعدين الأردني. لما صار حادث فوكوشيما طفت تقريباً باليابان الديماند
نزل بشكل كبير لأنه محطات النووي وقفت، فانهار السعر تقريبا من 130 دولار على الباوند لما كنا نشتغل مع أريفا إلى تدريجي إلى 90 إلى 80 والآن بنحكي على 25. في ظل هذا التباين في الآراء حول جدوى مشروع تعدين اليورانيوم، عدنا مرة أخرى إلى الوثائق التي بين أيدينا، وتحديدا دراسة صادرة عن مؤسسة ماسا للخدمات الجيولوجية تم إعدادها لصالح شركة التعدين الأردنية في شهر حزيران 2018. توضح الوثيقة في الفترة المعنونة جدوى الموارد أن كميات اليورانيوم المتوفرة من الممكن أن تكون مجدية اقتصاديا على الرغم من تدني نسبة التراكيز فيها، شريطة أن يباع الرطل منها بسعر 44 دولارا و60 سنتا لتجنب أي خسائر مادية، وأن هذا السعر يعد منطقيا في ظل أسعار اليورانيوم المستقبلية. في السعر العالمي الحالي الكيلو لا يتجاوز عن 30 دولار لكل كيلو، علما بأنه كلفة تعدين الكيلو حسب أرقام هيئة الطاقة الذرية تزيد عن 30 دولار لكل كيلو جرام من الكحف الصفراء. الذي حصل هو استنزاف للمال العام الأردني، والشركات التي كانت تأتي وهي الشركات المتخصصة كانت تتكلم منذ البداية على أنه ليس لدينا كميات تجارية صالحة لإنشاء مفاعل نووي في الأردن. بحسب من التقيناهم في هذا التحقيق، فإن الحكومة علقت أملاً كبيراً على نجاح فكرة الكهرباء النووية كرافد أساسي للطاقة في الأردن، وعليه تم تأسيس شركة الكهرباء النووية الأردنية. على مدار 10 سنوات من العمل على مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء، أنفقت هيئة الطاقة النووية مبلغ 39,172,000 دينار، أي بواقع 3,900,000 دينار سنوياً. دفعنا تكلفة دراسة المياه ل 6 مليون دولار، دفعنا التسوية اللي صارت مع الجانب الكوري اللي هي 4 أو 5 مليون دولار، ودفعنا حوالي أذكر 4 مليون دولار اللي هي دراسة الموقع. فإنشاء موقع محطة نووية ليس بالأمر اليسير، تدرس الزلزالية، بتدرس البعد عن التجمعات السكانية، بتدرس حركة الرياح، بتدرس صلابة التربة، بتدرس حتى هجرة الطيور، بتدرس أيضا المواقع الأثرية، بتدرس التأثير على البيئة. والآن عندنا بالأردن سواء بنينا بعد 5 سنين أو 10 سنين، في عندنا مواقع الآن موجودة على الأرض، في عندنا موقع المجدل بالقرب من خربة السمرة، في موقع قصير عمرة، وفي عندنا موقعين بالعقبة لكن مش على الشط، هم بعاد عن الشط تقريبا 40 إلى 50 كيلو حتى نبتعد عن الزلزالية العالية اللي قريبة من الشط. لم تجري الأمور كما كان مخططا لها مع الجانب الكوري، فسرعان ما نشب خلاف بين الهيئة والشركة. يشير هذا الكتاب الموجه لشركة كيبكو الكورية والتي عنيت بدراسة الموقع إلى إنهاء خدماتها في 18 من آب أغسطس 2016، أي بعد 2 من الاتفاق معها لعدم التزامها ببنود الاتفاقية. على مدى 2 سنين كيبكو دخلت معنا بهذه الدراسات، بالمرحلة الأولى تأخرت 2 سنين، وبعد ما تأخرت 2 سنين قدمت تقرير، التقرير هذا ما كان بالنهاية حازم في موضوع ملائمة الموقع، وأنهينا العطاء مع كيبكو، وكان مجموع ما دفع لشركة كيبكو صافي بدون ضريبة، المبلغ كان 3 ملايين دينار. هذا العطاء أحيل بشهر 1 2017، يعني أنا وقعت العقد وبعدين طلعت من هاي الشركة. قامت الشركة بدراسة الجدوى الاقتصادية، وكما علمت، والآن أنا بحكي عن مرحلة لم أكن فيها في هذه الشركة، الجدوى الاقتصادية بيّنت أنه المشروع غير مجدي، وبالتالي تم وقفه ووقف كافة الأعمال. بحسب كتاب الإحالة، فإن قيمة العقد الموقع مع شركة ويرلي بارسنز بلغت 12 مليون دولار، يضاف إليها ما تم دفعه مسبقاً لشركة كيبكو الكورية، أي بإجمالي 15 مليون دولار. ليبرز السؤال الأهم، على ماذا أنفقت هذه الملايين من الدولارات؟ ما
كان لافتا للانتباه أثناء البحث في ملف هذه القضية هو تعدد خطابات إنهاء خدمات الشركات التي تعاقدت معها هيئة الطاقة النووية على إثر توجهات الحكومة الدخول مجال الكهرباء النووية. كانت هيئة الطاقة النووية الأردنية قد دخلت في مفاوضات مع شركة روساتاوم الروسية لبناء مفاعلين نوويين قدرة كل منهما 1000 ميجاوات لغايات توليد الطاقة الكهربائية. الشرط كان أنه يدخل كمستثمر وليس كمقرض. أيضاً لما أتى بالتمويل كان التمويل من بنوك تجارية، فنسبة الفائدة عالية جداً، فزاد سعر الكهرباء المولدة عن الحد اللي كنا واضعينه اللي هو 7 قروش للكيلووات ساعة، لأنه في كلفة لرأس المال وللاقتراض cost of capital، لأنه كانت نسبة الاقتراض عالية توصل مع التأمين القرض ل 8%. عندما جاء العرض المالي نحن الذين أنهينا الاتفاقية، وأريد أن أنوه أنه حتى مع أريفا، مش انسحبت أريفا، نحن من أنهينا أيضا الاتفاقية مع أريفا. إلا أن هذه الآمال سرعان ما تهاوت على إثر خلاف بين الهيئة والجانب الروسي أدى إلى إنهاء خطاب النوايا بحسب الكتاب المرسل من هيئة الطاقة للشركة بتاريخ 21 يناير 2018. تم إلغاء الشركة. قامت الشركة بصرف حوالي حسب خلينا نسميه تقارير هيئة الطاقة الذرية 17 مليون دولار خلال السنتين الماضيات. على ضوء إنهاء اتفاقية بناء المفاعلات النووية مع الجانب الروسي، انتقلت الهيئة إلى خطة بديلة كانت أكثر إثارة للجدل من سابقتها، حيث أبرمت الهيئة اتفاقية مع الجانب الكوري لبناء مفاعل تعليمي بحثي بلغت قيمته 115 مليون دينار بواقع 56 مليونا تدفعها الحكومة، وقرض ميسر بقيمة 59 مليون دينار يسدد على مدى 30 عاما. بينما العرض الكوري كانت مساحة المبنى 12,000 متر مربع، كان في مبنى المفاعل، كان هناك في مبنى إضافي تدريب وتأهيل، كان في 11 خلية ساخنة، وكانت أيضا في مختبرات بحثية مثل مختبر تنشيط بالتحليل النيوتروني. فبالتأكيد المفاضلة المالية كانت لصالح الطرف الكوري. جاء اهتمام الأردن بخيار الطاقة النووية انطلاقا من سعيها للتصدي للتحديات التي تواجهها في ملف الطاقة وسعيها لتنويع مصادر الطاقة. وما مشروع الطاقة النووية سوى واحد من بدائل توليد الطاقة الكهربائية. مشاريع ما تنفك ترتبط بمعارضة لطالما اتسمت بالتضاد مع السلوك الحكومي بهكذا مشاريع. فإحنا بدنا نتأقلم مع حاجة شركة الكهرباء الوطنية، فإذا كان عنده حاجة 1000 ميجاوات بال2030 راح نبدأ بمفاعل كبير، بس فكرة المفاعل الكبير لم تتوقف. عند فتح هذا الملف على مصراعيه عندئذ سنكتشف من هم الذين استفادوا من هذا الملف من الناحية المالية فقط، لأن الوطن لم يستفيد منه شيء لغاية الآن. عندما بدأنا تحقيقنا هذا لم نكن نعرف حجم الملف النووي الأردني، لم نكن نعرف مدى التشعبات والتشابكات في هذه القضية المعقدة، لكننا خلصنا إلى حقيقة أساسية هي أن الملف النووي الأردني أكبر من مجرد تحقيق صحفي أو أصوات معارضة ومؤيدة له، لكن تبقى جدوى هذا الملف وغيره من الملفات الملحة في الأردن قضية وطن هي اليوم بأمس الحاجة لإخلاص القائمين عليها.